صباح الخير مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي المباشر هنا من ضواحي مدينة وزان. هنا هاد البلاصة هادي محسوبة على تونانت، يعني هنا النقطة هادي تجي ما بين الحدود إقليم تونانت وإقليم وزان، لحظات قليلة وغادي ندخلو للتراب ديال إقليم وزان. تحية صباحية لكل السادة المتابعين والمشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم معنا وتقربوا من الأجواء ديال البادية والصباح كيف داير في البادية والحياة في البادية. تحية صباحية لكل المشاهدين والمتابعين عبر قناة الشعب قناة شوف تي في. سير أخي سير دوز نتمنوا تقضيوا وقيت ممتع معنا في هذه المشاهد الصباحية هنا من أعماق البادية وخاصة المناطق الجبلية. ضباب كثيف يخيم على المنطقة كل صباح كيف ما تشوفوا في هذه الجبال، منطقة جبلية بامتياز، جبال من تحية للناس. يلا كتبوا التعليقات ديالكم اللي فايقكم أنا في هذا الصباح، اكتب لنا التعليقات ديالو من أين يتابع صفحة الشعب عن قناة الشعب عفوا، من أين يتابع قناة الشعب قناة شوف تي في. تحية للناس برشيد وتحية لكل المجتهدين اللي فايقين وخارجين للعمل ديالهم. نتمنوا طريق السلامة لكل من هو على الطريق، لكل واحد غادي للخدمة ديالو الله يوصلو على خير وبخير، واللي ما خدامش الله ييسر ليه الأمور إن شاء الله، واللي مريض الله يشافيه، اللي تعاني من شي مرض الله يشافيه والله ييسر الأمور للجميع. نتمنى لكم بداية يوم موفق إن شاء الله، وتحية للجميع الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي المباشر اللي تنحاولوا من خلاله نقربكم من الحياة ديال البادية والأجواء والظروف العامة ديال البادية. وشكرا على الملاحظات ديالكم، والحل مؤخرا واحد الأخ اللي عندي في المساحة ديال سويقلاص عيانين، أنا ما كنتش عارف من هنايا وهو من الله يعرفهم فعلا كانوا عيانين، كانوا تعملوا واحد الصوت، دابا هادو ما تعملوش الصوت. شكرا لكم ايها الاحبه الافاضل ومرحبا بكم معنا. كيف تنقول واحد الجو ديال الصباح في الباديه، يا سلام يا سلام يا سلام، جو ديال الضباب، الكل منشغل نحو الحقول، متجه نحو الحقول، الاطفال ديال المدرسه متجهين للمدرسة، البادية تصبح تتحرك بكري. في البادية ما عندهمش واحد ساعة محددة للعمل، لا معيش ما فاق بلادهم تقضي الغرض. ومع العلم انها منطقة فلاحية فقط، يعني الفلاحة المعيشية، فلاحة معيشية ماشي ديك الفلاحة اللي تتعرف، الاراضي منبسطة والحرث بالجرار والحصاد بالحصادة، لا هنا ديك شي تقليدي، الحرث بالجوجة والحصاد باليد. اللهم بعض المناطق ايضا اللي هي منبسطة ارض تحرث بالجرار وكذلك تحصد بالات الحصاد. هنا الناس اللي تيسافروا نحو المدن يعني تا هما تيصبحوا فايقين بكري. سي محمد صباحك سعيد. هنا حتى الناس اللي تيسافروا نحو المدن تيخرجوا الصباح بكري باش تيلحقوا كيف ما تنقولوا الوقت، نظرا لبعد الدواوير على المراكز القروية باش يشد الترانسبور، تتلقى واحد الصعوبة باش تخرج من الدوار للمركز ومن المركز هل ممكن تشد الطاكسي ولا تشد الكار. مع العلم ان ما كاينش حافلات كثيره هنايا، اللهم الا دخلتي للمدن وزان مثلا المدينه عندنا تلقى الكيران. سي محمد صباح النور. هاد الاشجار يعني زرع قديم اللي خلقينا جبرنا هاد الاشجار هكا في عهد الحمايه الفرنسيه، عشان تعطي واحد الجمالية في الطريق.
وإلا لاحظتوا الإخوان تتلقى أغلب يعني الأشجار المثمرة هنا اللي كاينة هي شجرة الزيتون. الزيتون ياسين، صباح النور ياسين، مرحبا بكم، تحية لكل المشاهدين اللي تسمحوا معنا فايقين، شكرا على الدعم ديالكم والوفاء ديالكم والحضور ديالكم دائما. أنا دائما يعني وأبدا فين تكونوا معنا نحن دائما معكم. طاقم قناة شوف تي في يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة من أجل إرضائكم، من أجل تنويركم وتقريبكم من كل ما يخص المجتمع المغربي. تحية لكل المراسلين وكل طاقم الإداري والتقني قناة الشعب، قناة شوف تي في اللي حقيقة تبذل مجهود كبير من أجل يبين لكم الحقيقة ويقربكم من الحقيقة والمعلومة من المصدر ديالها. تحية حب واحترام لهذه القناة هذه وكل المكونات ديالها. سي حسن، سي عبد الناصر، تبارك الله عليكم، شكرا. لازلنا على الطريق الوطنية رقم 480 الرابطة بين سيدي قاسم ووزان، مدينة وزان. لازلنا نرصد لكم الأجواء الصباحية من البادية، وخاصة البادية الجبلية. لكل بادية لها الخصوصية ديالها والتقاليد ديالها والأعراف ديالها. فالمنطقة ديال جبالة تبقى منطقة مميزة صراحة بتقاليدها، مجموعة من الأمور اللي تمتاز بهم هذه المنطقة، وخاصة المنطقة الجبلية، منطقة ديال الكرم والجود ديال البساطة ديال القناعة. ناس ما عندهمش ولكن تلقاهم قنوعين وعندهم واحد عزة النفس ما شاء الله. خاي كريم ديما تشوفك انا في اللايفات ديالي تجي، ما عرفتش علاش. مرحبا بك خاي كريم، مرحبا بك. فبعد هذا شرف لي لان كل اللايفات ديالي تحضر لهم وتنفتخروا بالحضور ديالك. الا كنت انا صحفي صفر، انت شنو تكون؟ متابع اقل من صفر مثلا؟ تتابع صحفي صفر؟ ها؟ تحية لجميع المشاهدين والمتابعين اللي التحقوا بنا في البث اللي من خلاله تنحاولوا نقربكم سي عادل برقة، تحية متبادلة، تحية متبادلة ومرحبا بك معنا. وسمحوا لي تنضحك في اللايف، تجيني بيت مرة الضحكة تنضحك في البث المباشر. الغريب ما عندناش المونتاج، ما عندنا والو، ولكن احنا مع خوتنا وحبابنا واصدقائنا ولاد البلاد، خوتنا المغاربة، تحية لهم من طنجة للقويرة فين ما كنت. تحية عندك هنا كاينه واحد الجردة ديال الليمون ديال البرتقال في المنطقة الجبلية، أجواء باردة. ما عرفتش واش باقي المناطق في المملكة هناك يعني كاينه البرودة ولا غير عندنا. منطقة باردة
زلنا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، هذه الأجواء الصباحية هنا من الطريق الوطنية 408 اتجاه عين طريف إن شاء الله. تحية الناس أكادير، سي حسن تبارك الله عليك. أتا هنا خي عبد الناصر، كاين البرودة، جو بارد في الليل وبداية الصباح. تحية للدراري محمد، تحية للأصدقاء أولاد البلاد، تحية للدارات، تحية للشرطة، تحية لكل العاملين اللي تباتوا شادين الليل من أجل الأمن والأمان لبلادنا. صراحة الله ذوك الناس توجه لهم التحية، وكل الجنود المرابطين بالحدود توما تحية لهم هذا الصباح، وكل اللي هو غادي العمل ديالو في هذا الصباح. نتمنى له طريق السلامة، الله يستر على خير وبخير، واللي بايت في العمل الله يحفظه ويبارك فيه والله ييسر له الامور، واللي ما خدامش حتى هو الله يسهل عليه والله ييسر له الامور ان شاء الله، واللي هو في اتجاه المدرسة ان شاء الله الله ينجحهم ان شاء الله يا ربي كاملين. كيف تنقولوا باللغة ديالنا، تصبح ندى ندى تقطر من شريبة. هذا المصطلح ما يفهمه غير أبناء المناطق الجبلية. تماما سي محمد، الله يسر الأمور شباب جداد في التدخلات ديالهم تكونوا حاكمين ما شاء الله عليهم، الله يعاونهم الله يسر الأمور الجميع إن شاء الله يا ربي. امين اخي كريم الله يحفظك، شكرا اخي كريم الله يحفظك، والله يعفو عليا من تبرقيك ويعفو عليك انت من الحاضيه ومن تحنزيز وجميع المصطلحات. الله يعفو عليك من لايفات الناس ما تبقاش تدخل وتكتب لهم تعليق حمايده. نهار عظيم دابا جيت هضرت مع اخي كريم يبقى يهضر لك انا هذا خصنا نديرو خصنا نفعلو خصنا نكدا، واش انت خاي باقي تدخل دابا لايفات الناس وتكتب تعليق بحال هكا وتخسر هكا وباسم مجهول، انت اصلا ما قدرتش تكتب تكشف حتى الهويه ديالك، واش ما مقتنعش بيها؟ واش القانون تمنعك ما ديرش حساب فيسبوك باسم الاصلي والشخصي ديالك؟ واش ما عندكش الجرأة تعطي السميه ديالك للناس؟ هنا الفرق بيناتنا شاسع صديقي، هما الاخوه اللي معنا هنا يا حاضرين معنا هنا، ونكونوا منطقيين الله يعطيك الرضا. انا ما بغيتش التعليقات السلبيه ناخذ منهم، ولكن لا باس تقول لك واحد المثال، فاش تكون غادي وتبدا ينبح لك شي كلب وتضرب عليه بشي حجار تيحس بديك تاكل البنيه ديالو وتتنشوى وتبدا تزيد يجهد في النباح، ولكن ملي تبقى تنباح 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 وانت غادي في حالك ما تتسوقلوش كاع، المهم تدير في بالك راه كلب تنباح تبقى تخليه تنباح وانت زايد في الطريق ديالك، ترجع بواحد الخيبه امل تفقد ديك النشوه ديال التكل بنيه ديالو، ما تيحش براسو راه كلب حيت ما عبرتوش وما عطيتوش الوقت. وهذا عام مثال عطيته لك السي كريم، كالله نتمنى الرساله تفهمها ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرة بالامكان ما عاديش نقرا التعليقات ديالك كاع. سي نبيل صباح النور استاذ محترم تبارك الله عليك. لازلنا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في، نواصل معكم هذا البث المباشر. وصلنا اللحظه الى مركز عين طريج، هذا المركز هذا يعد من المراكز الواعده، مركز اللي عنده مستقبل ظاهر ان شاء الله على جميع المستويات، منها السياحيه الاقتصاديه، مركز الموقع الاستراتيجي ديالو اللي تاهلو يكون من بين افضل واحسن المراكز
في إقليم وزان. هذا المركز هذا اللي تجمع بين مجموعة من القبائل، أذكر على سبيل الذكر قبيلة سطا، قبيلة بني مزقلدة، وكذلك قبيلة بني مسارة في شقيها زومي وسيد رضوان وكذلك ونانا. هذا المركز هدايا يعد يعني من أكبر المراكز وأحسن المراكز، بحيث أن اللي بغى يشري شي حاجة يقصد هذا المركز هدايا، مركز ديال التجارة، مركز اللي تجمع جميع الدواوير والقبائل ديال الجبالة هنا بإقليم وزان. ماشي تنقصدو يعني القبائل الجبالة بصفة عامة، لا، تنقصدو غير القبائل اللي من اللي تابعة لإقليم وزان. هاد المركز هدايا النقطة ديال التجمع ديال هاد الساكنة كاملة هنايا، والتجارة اللي مزدهرة في هاد المركز هدايا. كذلك هناك بعض دور الضيافة من أجل السياحة وحتى الناس العاملين هنا اللي تيجيو متكونش عندهم سكن، مثلا بحال رجال القوات المساعده اللي كاين هنا في اكبر سنتر في المملكه في سد الوحده. كذلك الدرك او الاساتذه او الموظفين بكل رتبهم وانواعهم اللي تيجي لهنا وما تلقاش مثلا فين يسكن، تقصد واحد دار ضيافه قانونيه مريقله زوينه، تتكرى حتى يدبر الكرا على راسه ويقاد الامور ديالو، يعني امور مزيانه. وكنا دائما تنشجعوا يكون شي فندق هنايا، وحتى المسؤولين يبسطوا المساطر باش يكون شي فندق هنا يسهل على الناس، باش اللي جا سياحه ولا جزائر المنطقه يلقى فين يباس. لماذا اخا الدعيه كريم تقعد تدعي تدعيها، تكانوا الدعاوي ديال الحساد والحاقدين والكارهين فحالك بيدهم شي حاجه، كون شحال هادي متنا ما خاي كان سبقوك وحدين اخرين دعاو قبل منك. ولكن حنا عندنا الدعاوي ديال مرضي الوالدين، ديال ولاد الخير، ديال الناس الطيبين الاصول، الناس اللي تتحترم راسها، ومعانا الدعاوي ديالهم هما تيدعيو معانا دابا. شكون الذهبي كان مكحل في الظلام؟ عرفتي شنو هو المكحل في الظلام؟ اخرى مكحلة عوينتها في الظلام، شكون عيشوفها؟ اولا شكون الذهبي كان بيصرى نهار العيد؟ جيتي يا كريم دابا نتايا عاد اجي ولدي عاد ما جيا بنين كتب لي التعليق بحال هكا عندي تاثر فيا ما يرضى عليك، سير بنين اعمل شغلك. واش تسد الوحدة؟ تحية للناس سد الوحدة، تحية لكل ساكنة الهضارين وجعرة وصغيرة وكل المناطق الجبلية. أنتم على المباشر من عين ضريج، مباشرة المركز عين ضريج. إقليم وزان من المناطق الجميلة والرائعة. ايوا شنو نقول له محمد اخي الله يهديه، واش دابا الناس تبدا النهار ديالها بكلام زوين كدا، يصبح لك شي واحد بشي خبر زوين شي حاجه مزيونه هكا، ما تصبح لك خور معاك. سبحان الله العظيم عندي واحد في اللايفات ديالي انا، سبحان الله، من نهار بديت السوشيال ميديا وتنخرج هكا المواقع التواصل الاجتماعي تلقى عندي الاكثريه الناس الطيبين الناس الزوينين، سبحان الله. وهذا ما عرفتش منين خرج، اش من ذنب يا ربي عملت حتى تسلط عليا هاد كريم هدايا، والله الا ما عرفتش اخاي صراحه. سير اصاحبي والله سير بعد عام مني، يلا الله يرحم لك الوالدين، انا تنقولها لك فهاد الصباح زين في حالاتك، يلا سير وقاش تكتب لي التعليق اصاحبي، ما تشوفنيش وما تكتب ليش التعليق، ناقص كريم ناقص مشكل، يلا وكون راجل، يلا انا اللي قلتي فيا كله وكون راجل وما بقاش تدخل لي اللايفات ديالي في الصباح. تحيه الاصدقاء والصديقات والمشاهدين والمشاهدات وكل واحد يوصلوا هذا البث المباشر. انا راه من انا تصبح ناشط سبوا الاصدقاء اللي تعرفوني من غير تصبح ضاحك ناشط نشتري، ما انت نحسد حد اللي تنقول ما في الشخصيه ديالي انا كيف تنعمل، تنشوف اخر عنده لاباس عليه تنقول يا ربي سهل عليه، ها
زيدوا يا ربي تزيدوا، ما عندوش اقول يا ربي تسهل عليه. الاحسن المغاربي لا 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 اسمعين، ما فيها باس من رمضان نضحكوا شي شويه، ما عندنا مدين. اللي ما عندوش تنقول يا ربي تسهل عليه، اللي ما خدمش تنقول يا ربي تسهل له في شي خدمه. ملي تنشوف شي واحد من الاصدقاء ولا من المعارف خدم، والله الا من القلب ديالي بلا ما نقول له راني فرحت لك ولا ديك الهضره اللي تتقال، ولكن في القلب ديالي تكون عندي واحد الاحساس تنفرح له، تعجبني الحال، تعجبني نشوفه بلادي ناجح مزيان يمثل بلادي احسن تمثيل، نشوفه في اعلى المراتب تعجبني. حيت الا ما كنتيش تبغي الخير للناس كادير تبغي الخير لراسك عاد بوحدك، غتكون اناني، غتكون غتكون ما مزيانش تبغي غير راسك. لا خصك تبغي الخير ليك وللناس، وما يكونش عندك واحد الحقد الا شفتي شي واحد عنده شي حاجه مسهله عليه، الله ما تحسدوش ما تحقدش عليه. انا نبغي نشوف صحابي، علاش هاد القضيه فينا احنا بزاف كاينه في المجتمع ديالنا، الله يهدي ما خلق. ما تبغيش صحابك يكونوا احسن منك ولا داروا شي حاجه هكا كدا، انا بالعكس والله العظيم صدق تنبغي صحابي ملي تنشوفو تزاد عليه شي حاجه تنفرح له تعجبني الحال. اللهم صاحبي مثلا الا كان عنده واحد الحاجه اللي ما عنديش انايا، على الاقل ما يطمعش فيا، على الاقل نتهنى كيف تنقولوا نتهنى منه ما يطمعش فيا. او لا مثلا صاحبي شرا واحد السياره ولا علاش ما نفرحلوش، واحد النهار يركبني معاه، واحد النهار نقدر نحتاجه. ايوا انا مقرد ونبقى حاقد وحاسد وبغى كل شيء يبقى مقرد، ايوا فاين راه حشومه، ما يمكنش اصاحبي. نبغيو الخير لبعضياتنا، نترحموا بعضياتنا، نتعاونوا بعضياتنا، نخدموا المعقول مع بعضياتنا، نديروا الكلمه مع بعضياتنا، ما نخونوش بعضياتنا، ما نسرقوش بعضياتنا. تتدخل خر معك للدار وتلقاه تيلعب مورا ظهرك، يدوز عند اختك يطلب لها النمره ولا شحال، نقول لكم هكا وخاص الصباح هذايا. يدخلوا معك للدار ياكل ويشرب ويبقى ينعس عندك في الدار، واحد النهار تغفل على شي حاجه عينك طارت. هادشي هذا راه كاين في مجتمعنا، واش تنافقوا بحال هاد النوع هذا راه يدير كثار بحال هاد النوع هذا، واش فهمتوا الاخوان؟ والله ديما خلاق انا ما اذا درت شي صباحيه كيف تنقول لكم في هذه اللقاءات الصباحيه تنحاولوا ما تكونش عندنا موضوع محدد بقدر ما هو تكون واحد الدردشه مفتوحه صباحيه مع الاخوان، تفاعلا مع التعليقات ديالهم ومع المشاهد اللي تنشوفوا في الطريق، تنحاولوا نعلقوا عليهم بين الفينة والاخرى ونقربوا لكم الاجواء ديال الباديه في دردشه صباحيه مفتوحه مع الساده المتابعين ديال قناه شوف تي في. نتمنى لكم وقيت ممتع معنا في هذا الصباح المباشر. تحية جبالة، تحياتي من اللي توصل أولاد بدر، خلي المباشر إن شاء الله، إن شاء الله سي عبد الغفور طريق واعرة بحال هذاك الاخ اللي كان تكتب لينا التعليق ما يقدرش يدوز تراكي في هنايا يدوخ. انا متاكد ندير معاه تحدي، هاي كل راجل يخرج يجي لهنايا يطلع راكب ما يركبش معايا، مش انا اللي نسوق، يركب مع شي واحد اخر عايله ما دخش وبقى يقول ارلي الميكا ما تسماش انا هو. خصك تكون شديد شديد قاصح اكثر من الحجر اخي طرافك، تقدر تعيش في مناطق جبلتها تاع طيف حتى تهضر. طريق من اوعر الطرقان في الاقليم دوزان، طريق 408 كلها من عراجات، تحيه للافراد الجاليه المغربيه اللي تتابعونا من خارج الديار، تحيه لاختي وفاء الاستاذه وفاء تبارك الله عليك. الطريق هذه كلها منعرجات، راه مازال ما دخلناش للمنعرجات بحيث قليل اللي ما تيدخش هنايا.
سمحوا لي الاخوان نضحك شويه، ربما فيكم اللي باقي ناعس اللي باقي مشتري جو ديال الضحك يقولوا هذا كيفاش تصبح ضاحك، لكن انا هكا ديما تصبح ناشط الحمد لله. دور لك الكاميرا عندي يا كريم باش تشوفني، باش نزيد نطرطق لك المرارة عاود. انت اصلا تدخل اكسبري اللايفات ديالي تكتب لي التعليق والتعليقات معوجين، انت كانوا التعليقات مزيونين نقولوا. الا بغيت تشوفني اخاي كريم نعطي لك الكاميرا تشوفني باش تزيد تغدد شي شويه. الناس واخا توصلوا للزيتون ما تيبداوش دابا، يعني الزيتون ديال الصباح فيه الندى، والندى الا ولات تضرب بالمسقاط في هاد الوقيتة هادي تيمرض، يعني السنة المقبلة ما تيجيبش. وتعملوا واحد القضية تيجيبوا اللي ما يعرفوهاش الا المناطق ديال الجبالة، هما اللي يعرفوا هاد القضية هادي ديال السقف، وتتعمل له تشعلوا تحت منه العافية باش تطلع فيه ديك الدخان، تنشف الزيتونة من ديك الندى. عبد الحناوي لا 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 لا, لا مازال 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 ما وصلناش للدكدك. عندكم البرد ولا غير هنايا تصبح البرد؟ انا قلت لكم المنطقه ديال وزان عندها تصبح الطر مشريبه. ولكن دابا شرقت الشميشه، دابا يبدا يطر البرد. هذاك اللي كان اللي تقتلو قبيله ما قدرش يمشي تراك هنايا، مش عندنا يمشي صايب. هذاك اللي كانت تدعي فيا تقول الله يعطيك الكسيده، قلت له الا جيت نتايا تمشي عارك هنايا عارك، خصنا نوجدوا لك الميكا. سي اسماعيل لازلنا مشاهدي متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، نصول ونجول بالعالم القراوي والمناطق الجبلية، تنحاولوا قدر الإمكان سد وفاء تحياتي تبارك الله عليكم، تنحاولوا دائما نقربكم من ديك الأجواء ديال البادية وهذه المناظر الطبيعية الخلابة التي أنعم الله بها علينا هنا في المناطق الجبلية. الناس بدات يعني موسم الحار. تحية الجالية المغربية التي تتابعونا من كل بقاع العالم تبارك الله عليكم. أبو ملك تحية متبادلة. دابا في هذا اللقاء الصباحي راه ما عندي ما يدير، تقرا التعاليق ديالكم كاملين، مرحبا بكم انا معكم. ضبط القضيه زلنا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، نواصل معكم هذا البث المباشر هنا من منطقة وزان، منطقة وزان
سي محمد خويلي، تحية الناس ولاد بدر وناس وننا من طرف للطرف، مرحبا بنا في الجماعة الترابية والننا. انتم معنا المباشر عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في. تنحاول ننقل لكم الأجواء الصباحية هنا من المنطقة مباشرة. أجواء باردة صباحا وكذلك في الليل. الأطفال ديال المدرسة تم درس بالعالم القروي. نتمنى تكونوا تستمتعوا بهذه المناظر الخلابة الطبيعية من الأراضي الجبلية. الطبيعة في المنطقة ديال الجبالة روعة صراحة بكل صدق. الفراجة الكاميرا ما تشدهمش يعني الطريق فيها منعرجات خطيرة، طريق واعرة يعني باش توصل لوزان. وهاد الطريق هادي كانت في الاستعمار يعني في عهد الحماية، ما نقولوش الاستعمار وإنما نقولو الحماية. فاش تعدلت هاد الطريق يعدوها الأجداد، ولكن تم الإصلاح ديالها مؤخرا هاد السنوات الأخيرة. هي الفتاة القراوية كيف تشوفوا يعني تمارها ما شاء الله، يعني صباح الخير خويا عادي. الدار البيضاء تحية الناس، الدار البيضاء تحية الناس، كل المدن وكل الأصدقاء وكل الإخوان والأخوات اللي تتابعونا سواء من داخل الوطن ولا من خارج الوطن، أي واحد عيوصلوا هذا البث هذا تحية له. إلى وصلك هذا اللايف في الصباح فتنقول لك صباح الخير، وإلا وصل حتى الليل تنقول لك مساء الخير. وإلا وصل هاد اللايف لعندك التليفون ديالك وكنتي باقي ناعس نقول لك انهض استيقظ يا رجل، استيقظ يا رجل. منعرجات خطيرة خطيرة، يجب الحيطة والحذر على كل السائقين ومستعملي الطريق، وخاصة في المناطق الجبلية الوعرة اللي تتعرف واحد الشبكة طرقية معقدة. الله يكون في عون سائقي سيارات الأجرة التي يخدموا هنا يوميا في الطريق هذه. كان توقع فيها الحوادث صراحة. الصباحية في البادية عالم آخر.
صباح الخير الوردي. لازلنا متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في نواصل معكم هذا البث المباشر الصباحي هنا من منطقة سيدي رضوان. دابا صديق بلومي الله يحفظك السي صديق شكرا لكم ايها الاحبة الافاضل على التعاليق ديالكم الزوينة وعلى الكلام الطيب والكلام الرائع في هذا الصباح. تخليو من الوقت ديالكم وتكتبوا لينا تعاليق زيونين شكرا لكم، وهذا نابع من نبل اخلاقكم وحسن تربيتكم شكرا لكم. كيف تنقل دائما من اللايفات ديالي دائما تحضروا المغرب راضي الوالدين. يلا واحد ما عرفش مين فلت واحد، وديما تيجي اللايفات ديالي بنفس الاسم الله يهديه. شنو اللي نقول؟ احسن دعوه في هذا الصباح ما هو دعاء فيا تقول الله يعطيك السيده الله يعطيك، ديما تدعي فيا السيده وداك الشيء، وانا تنقول له الله يهديك الله يهديك على راسك عاد تدير شنو تقول لله. انت تدعي فيا بالخايب وباغي لي حاجه خايبه وباغي راسك حاجه مزيانه. لا يؤمن احدا منكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فيكش الايمان اخي تقول هذاك الكلام بحال هيداك. انا بالعكس خو اختلف معايا ما نبغيلكش الضروره ما ندعيش فيك. علاش اخي تدعي فيا على الصباح؟ الصباح هذا شنو عملت لك؟ باش اديتك شنو ديت لك؟ شنو درت لك؟ منعرجات خطيرة خطيرة جدا، يجب أخذ الحيطة والحذر وما يكونش سرعة الندم يرد البال. تحترم السرعة المعقولة بحال مثل هاد المنعرجات هادو. قالوا لي داز شتيت وين غادي للمدرسة ديال التحضير مساكن الله ينجحكم وليداتكم. ياك ما دختو المشاهدين الركاب اللي تيكونوا راكبين في الطريق هذي اغلبهم يدوخوا. ايوا المشاهدين في اللايف ما عرفتم كيفاش جاتهم الاجواء في هذه الطريق. خليكم انا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في تستمتعوا بهذا البث المباشر هنايا وهذه الاجواء الطبيعيه الرائعه الصباحيه هنا من اقليم وزن. تحية الناس الناظر محمد بوطيبي شكرا. لازلنا مشاهدي متابعي قناة شوف تي في معكم في هذا البث المباشر الصباحي ضواحي اقليم وزان. الله يحفظك سي صديق اجواء رائعة تصبح في الصباح تنحاولوا نتقاسموها معكم نشاركوا معكم الاجواء هنا من البادية. نتمنى غير الصوت والصورة يكون توصلوا بالجودة المطلوبة وخاصة الصورة تكون توصل. تحية الناس طنجة
ناحية الناس الشمال، والمنطقة بدأت تسترجع ديك الجمالية ديالها، الصورة الخضراء. الناس في اتجاه الحقول، دائما دابا الان يعني لا حد الا على الزيت. احنا معاك المنطقه الشاسعه، ثلاث المواقع استراتيجيه. محمد القطيب تماما اخي، اجي نحاول. اعتذر مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، ننزلوا من الزنزين. هذه هي الاجواء هنا من المنطقه ضواحي اقليم وزان، لكن هنا الموقع هذا تابع لجامعه سيدي رضوان. نحاول نقول لكم هذه الصور من هنا بالمباشر مباشره. تحيه لكل الاصدقاء والصديقات، كل المشاهدين والمشاهدات اللي كانوا معنا في هذا البث المباشر الصباحي. الجبل، اجواء الباديه، أجواء البادية صباحا، الهدوء التام اللي تصبح في المنطقة. كيف تنقول لكم دائما يعني أغلب الأشجار المثمرة اللي كاينة في المنطقة هي شجرة الزيتون. الناس حرثوا الأرض، كنت سعيد باللقاء والدردشة معكم في هذا الصباح. تحية للجميع، شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على الكلام الطيب ديالكم. تحية للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.